كل ده مش سامعه سنجتي؟ وانت مش سامعه ليه بقى؟ وقع على ودنك وانت صغيره؟ الله الله الله، جبتيها منين دي يا مان؟ واحده زبونه قالتها لي عندي في المحل فعجبتني. حلوه صح؟ اه حلو. يو ما تصبر اللي على الباب، هي الدنيا طارت. هيما كفره كبداك يا مساء الفل. ايه رايح فين؟ احنا هنا لوحدين. ما انا عارف. يو انا جاي امسي على الست جمالات هاني، قصدي هايدي، وجاي اقول لها ان كبداكي طلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمه، مع انه يعرف كتير، يعرف كله لا مؤاخذه. ميرسي ميرسي بجد يا استاذ يا استاذ ابراهيم، انا متشكره من قلبي. على ايه؟ شكرا على ايه؟ وكمان اصل الضابط علاء مزودها بصراحه، وانا ممكن ازعله، بس انا خدت بالي ان في تلطيف مشترك ما بينكم، فقلت اسيبه ياكل عيش. لا جامد يا ولد. امال امال، بس خلينا بقى في المفيد. الواد سوكا كان معايا وانا بقرا الجورنال وعرف الموضوع، انا امنته ما يفتحش بقه، بس اصل الواد سوكا ماشي مع البنت هاجر ما انت عارفه، واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحده بيحكي لها على كل حاجه، تاني يوم مصر كلها تعرف. انا يا استاذ ابراهيم الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا. على ايه بس يا ست هاني؟ والله انا من ساعه ما شفتك وقلت ان انت هاني. بيبان بيبان. لو انت خبره قوي في الهون يا واد. بقول لك ايه، يلا حبيبي عشان تلحق يومك، سكتك خضر. يلا لسه العرض ما خلصش. عرض يعني ايه؟ في هديه مجانيه. ما تخلص كبداكي وتوخ اللي في بق. هو مش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقه ومش عارف مين ورا موضوع المحل؟ اه المعلم سلومه هو اللي زقق العيال. سلوكه؟ سلوكه ايه؟ اسمه سلومه. حاجه غريبه جدا، وانت عرفت ازاي؟ مصادري الخاصه. وبقولي للباشا بتاعك كبداكي بيقول لك يا ابو دبوره ونسر وكاب، المعلمه مش عاوزه كتاب. سلام. سلوكه سلوكه ايه؟ هو انت مالك فرحانه قوي كده ليه؟ يو عشان طلع قاصع من ابو دبوره بتاع